عنوان مكانة السياق اللغوي في منهج التفسير المقاصدي للإمام محمد بن تودي الشعراوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونتبعها بالرحمن الرحيم. إذا الكون ضاق بكم تعالوا إلى رب سميع وعليم. ضاق الكلام وحار كل معبر عن وصف خير العالمين محمد. مكانة السياق اللغوي في منهج التفسير المقاصدي للإمام محمد بن تولي الشعراوي رحمه الله. جاء الشيخ إلى الدنيا في منتصف إبريل عام 1911 وعاش مع القرآن بذوقه وحسه اللغوي وتكوينه وفكره الأزهري المعتدل بعيداً عن الشطط والانحراف وإعلاء الذات، فأحدث التوازن الراقي بين النص ومقصوده. الحقيقة أن السياق يعد معياراً مهماً عند المفسرين، وما من مفسر إلا ويعطي السياق القرآني حقه في الفهم والإفهام حتى يحيط بمفهوم الآيات الكريمة. التزم الإمام بحدود المدلول اللغوي للفظ والجملة، وصار يبين الحدود الشرعية التي تقع في مقاصد تفسيره للقرآن الكريم. لذا تميز رأيه بالثبات والالتزام التفسيري شكلاً ومضمونا. ولأهمية معرفة سياق الكلام عند توجيه المعنى المراد عند المفسرين، يمكن أن نفهمه من تعبير أبي حيان رحمه الله عندما يتحدث عن أهمية تقدير السياق عند المفسر فيقول: وأما ما لم يرد فيه نقل فهو قليل، وطريق التوصل إلى فهمه النظر في مفردات الألفاظ من لغة العربي ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق. لذا فالنص القرآني نص له خصوصية لا تدرك، فالنص له معان واسعة تناسب كل العقول. ولذلك اهتم منهج الشيخ رحمه الله في احترام السياق وإعلاء مكانته، وتناوله تناولا متميزا. لذلك عندما نسمع الشيخ رحمه الله وكأننا نجلس أمامه ونسمع منه مباشرة وبشكل شخصي، وهذا الإحساس يشترك فيه الجميع حتى وبعد أن توفى الرجل وانتقل إلى رحمة الله. ولحرص الشارح لكتاب الله والمفسر لكلام الله عز وجل ولآياته الكريمة، فإنه يقلب أطراف النص بحثا عن درره، ولا يقف عند شط واحد من شطين، بل يعيد النظر ويعيد النظرة تلو النظرة حتى يطمئن قلبه. فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام عن أوله وأوله عن آخره، فإن فرق النظر في أجزائه لا يمكن أن يتوصل إلى شيء فيه. ومن مقاصده رحمه الله من خلال تفسيره لكتاب الله عز وجل أنه قصد إلى معرفة المقاصد الأساسية كمعرفة الخالق والواجبات والحقوق المفروضة على العباد. ولذلك يمكن عندما نسمع إلى الشيخ رحمه الله ومن خلال تسجيلاته المعروضة والمسموعة في حياته وقبل وبعد وفاته، نجد أن السياق عنده يدور في سياق القرآن كله وسياق السورة وسياق الآية وإلى آخره من هذه الأمور. ولذلك ظهر لنا السياق القرآني عنده وكأنه أصل من أصول تفسير القرآن عند الشيخ وعند غيره. شكرا لكم وأتمنى لكم السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لك وجزاك الله خيرا، وشكر الله جميع الحضور في ختام هذه الجلسة الطيبة المباركة.